لا لا هايك هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا خاتم النبيين ويا سيد المرسلين يا ابا الزهراء محمد صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن امير المؤمنين صلى الله عليك يا شفيع المذنبين يا رحمه الله الواسعه ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كَرْبَلَا سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا شجاع يبقى فيعتنق البيض ولا أملا ولا مأمول غاية النار في الزمان فنان وكذا غاية الوصول الذبول إنما المرء للمنية مخبوع وللطعن تستجم الخيول عاده في الزمان في كل يوم يتناخل وتبكى الطلول الطلول يعني الديار الخالية عادة في الزمان في كل يوم يتناخلون وتبكي طلول من أَصْبَحٍ على السيار عزيم امر على شبول الهواشم تشد المحامل عين نعايم ولفل زيان بيل عباس باسم يقلها قومي قوم الظعن والعيرم وخون على المسير اليوم جازي تقل اشوف اشوف الكدر بضع حايم يا اشوف الكدر بالضعن حي، والله ما احمل مذله ما احمل مذله ولا من سمعها سمعها الغيور ابو فاضل من سمعها جرد الصارم يقلها تخافين وانا سالم يا والله تخافين وانا تقل لي الحرم دايم يا والله يا الحرم دايم طلعت زينب طلعت وياها الكرايم يا يا واخوتها اللي يفلون الوازم نشر العمايم عون وعلي وجعفر وجاسم وحسينها على الخيل جادم <applause> والله انها انها على الخيل جادم شال عباس وين وعباس لازم والله للهدى جملة زيم خافت صد لخته الواد غيور ابو فاضل والله خافت صيد لخته الواد قلوا يا غيارة قلوا لي شاوين عنها قمر هاشم شاوين عنها قمرها من أصبح بالطف غنايم يي يي والله من أصبح بالطف يا غنايم من اصبح نايم ما بين ضارب وشاتيم ما بين ضارب وشاتيم يا ابو فاضل زينب من طلعت بهبتك وجلالتك ليتك تلقي نظره اليوم على زينب وين اليوم بيا مكان اين حلو ترى بعد ايام يدخلون الشام يدخلون زينب على ديوان بن سبيان بعد ايام يدخلون على الديوان من تطب زينب للديوان شو تقول زينب انا وين وهاي الدواوين وين طبتي للشام كلفه اطب وقبل ما كنت عارفه يا يا وبين ذا مَيَّ يمكن عدو والعدو ما مع بي معفه وانا لِيَدْخِلْ علي كتف ونخوي بفضل الغيور <applause> تقول من طبين للديوان والديوان معقود من كل بلد ومكان ما بيهم الين غروان كلهم لها ب عدوان ويزيد على تخت الملك سلطان متنامس وبالنصر فرحان ومن طبن العلويات عليه شلون سوى اللعين قام ينشد على النسوان قصده يعرف زينب بالخوان مولاي بالحسن عذرا يا علي من شافها عليها الحزن بان ترى ندها وشتم داحي البيبان يا <applause> يا يا وين دها ندها ندها وشتم داحي البيبان وين الغيارة وين السادة عم زينب سوى زينب بذاك الموطن كان يكون ها أعصابته تريد توديه تقول له هاك خذ عصابته وروح لهلي طب للمدينة إذا طبيت المدينة شوف هناك تلقى الفحول من بني هاشم إذا لقيت واحد قاعد بصدر المجلس قول هذا هو أخو زينب انت تدري ايش تسوي بس ذب عصابته قدامه وقل له فلان قل له محمد هاي عصابه الزينب ترى يا راكب الغوج مصراع سبوق اللذي محجل بالارباع ولو زفل عندي السرج ينزع رساله شوف الرساله مو قرطاس مو كلمات رسالة لأبو جاسم تودع من تصل ديوانة يتنوع تشوف بصدر مجلسه مدرع هو والديوان يسمع قل لي طول الخبر يا محمد فزع والله ذب معصب ذب عصاب تجدام ذب معصب والعين تدمع 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 وقل له يطال الخبار يا محمد فزع بعد وشد قل له قل له هاي لو بغت تطلع يطلع وياها اللي يثل يطف القنادي القناديل التشعشع <applause> كان ابوها هذا امير المؤمنين والمعزى ونحن بجواره نقول له مولاي صديق هتش تسوي كنت زينب مولاي فعلا هيك زينب تسوي خاف الزلم شاف طولها ليتك تراها في مثل هذا اليوم كون الشوفة مولاي بعد كم يوم راح يدخلوها على مجلس يزيد طف القناد ليلة إلى يلاحظ علي النظر يوقع, يوقع ترضى وحدها دروب تقطع وياها حرم واطفال رضاع رضاع يا والله يا ويا 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 محمد وياها حرم واطفال رضا ويا. وطفلة من الضعن توقع من تطيح الطفلة ما يتنوي تبقى ورا الاضعين تجلى ولي ايه وي... كان يكون زينب بعد تريد واحد غيور تقل من تطب للمدينه ولوح وي... بهاي عصابتي تبيه ويني وي... 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 الغيور من العرب أيوة يصير رضي يصير إي ونيل يصيح العموم مهم وبديارهم حيهم يصيح إي نسوا نكون فوق وحسينكم ضامي وذبح ومن الصبح عني مشي زينب على الغبر طير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قال مولانا ابو عبد الله الحسين عليه السلام كونوا احرارا في دنياكم ما اراده الحسين للمجتمع من ضمن الامور والاشياء التي ارادها ابو عبد الله اراد حريه المجتمع اراد ان يبعد الناس من العبوديه ارادهم ان يكونوا احرارا ولكن ابوا الا لانفسهم الا ان يكون ذلك. هذه الكلمات كان يكون الحسين استشرف بها المستقبل من جانب ومن جانب اخر ايضا من حيث المجتمع اللي كان موجه الى الخطاب نظر الحسين قال لهم ترى انتم ستكونوا عبيد. احنا نعرف العبوديه تتمحور ان يكون هذا الانسان أسيرا إما لشخص أو لرغبة أو شهوة أو دي دنيا أو الآخرة فلذلك تشوف أنه هذا الإنسان اللي هو يصطلح بحقه عابد مر العبودية أن تكون لله تعالى عبدا لله وهي أسمى وأقدس وأفضل الصفات التي يوصف بها الإنسان. ولذلك نشوف انه النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم من اشهر صفاته والقران الكريم نص في اكثر من موطن انه عندما ان يريد ان يشير الى النبي الاكرم يقدم افضل صفه الى اللي هي العبوديه ولذلك نقرا في سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده بعبده لان هاي لها قيمه العبودية إذ كانت لله تعالى وإذا وصل الإنسان أن يكون عبدا حقيقيا فهنيئا له إنها درجة ولذلك أيضا هسلان بالتشهد الأوسط أنا وانت نتشهد ونشهد للنبي الأكرم نقدم العبودية على الرسالة أشهد أن محمدا عبده دور تقول ورسوله يعني هذا هذا التقديم والتاخير الى قيمه ملحوظ ملحوظ هذا يعني قضيه رتبيه يعني النبي الاكرم انه هذه الصفه لعله هي من الصفات التي وصف بها مو بس كل انسان ان وصل الى هذه الدرجه فانها درجه رفيعه درجه عاليه صفه هنيئا لمن يكون ان تنطبق عليه معنى وقولا وفعلا ان تقول فعلا انه فعلا هذا عبد عبدا لله زين لذلك تشوف انه مرات انه نقول للانسان اذا كان اسيرا منقادا لاحكام فرضت عليه كان عابدا لله وان كان منقادا اسيرا لرغبات نفسيه شهويه او مثلا لشيطان او رغبه معينه يقال ولذلك من هنا يتبين لنا فد شيء انه شلون نتصور الانسان يعبد الشيطان شلون الانسان يعبد الشيطان لان القران الكريم صرح في ايه مباركه انه الم اعهد اليكم يا بني ادم ألا لا تعبدوا الشيطان زين هاي عباده الشيطان شلون نتصورها ماكو واحد انه يتوجه او يصلي او يؤدي مراسيم معينه او صور من صور العباده يعبد بها شيطان خماكوك اذا شلون نتصور العبوديه شلون نتصور العبوديه احنا عندنا من ضمن الامور اللي بحيث انه الانسان يكون عبدا لشيء منقادا له بس يقول لك انه بالروايه من اصغى لناطق فقد عبده اذا هذا الناطق يؤدي عن الله سبحانه وتعالى فقد عبد الله وإن كان يودي عن الشيطان فقد عبد الشيطان يعني هسه مثلا واحد يسمع غناء واحد يسمع غناء هذا الاستماع للغناء هذا الكلام اللي جاي يمر على مسامعة هذا علما يؤدي هل إنه هذا من 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 موارد الطرب والفجور وقضايا الشيطان أم إنها تعدها من بأعداد فإذا كانت تؤدي هذا المؤدى فأنا أقول كل إنسان أنت الآن أيضاً أنه نقول أن أيها الإنسان أيها المصغي أيها المصغي أنت الآن هذا مورد من موارد عبادة الشيطان ليش؟ لأنه هذا يؤدي للشيطان وكل مشاهدة مو فقط الإصغاء أعم من السمع أن يصغي الإنسان بسمعه أو يلتفت أو يحاول ينشد يعني مرات يصغي الى مثل مسلسل او فيلم معين يظهر على التلفاز، هذا ايضا بعد انت قدر، انت قدر. ومن هنا احنا ترى حتى نؤذي الامام. هذا واحد اجى ساله عالم من العلماء قال له انا وقع او امراه امراه سالت قالت وقع في نفسي ان ارتكب محرم كذا كان يكون فاحشه ولكن لم ارتكب ارتكبتها. انا مرتي ما سويت شيء رديت علي اثم قالها ما عليك اثم هذا العالم قالها ما عليك اثم ولكن اعلمي انك عطلت ظهور الامام 20 سنه هذا تحديد كلمه من عالم انا يعني بالمباشر كان يكون من رجل فاضل وايضا عالم فاذا مرات اكو قضايا يعني ترتب عليها آثار أنا ما وإن كان ما ارتكبت لكن هذه عليها آثار أخرى عليها أمور أخرى زين أولها إنه أذية الإمام ولذلك هاي حالة الإصغاء مثلا واحد يصغي أو يسمع لقضايا مثلا من غناء أو غيرها يقال إنه هذا الرجل في حرم الحسين كان يكون في الرؤيا واحد شاف الحسين بالرؤيا والناس الطب تزور شلون هسه احنا نزور حرم مولانا امير المؤمنين بس بالرؤيا هاي الوادي ما تزور الحسين يمرون على الحسين السلام عليك يا ابا عبد الله كل واحد بيده حجر ويضرب الحسين يرمون الحسين بحجر وهاي الحجاره تشوف هذا يضرب الحسين تجي الحجاره بوجهه بصدره بكذا ويسلم هو يسلم يقول له السلام عليك يا ابا عبد الله يد يرفع بها السلام واخرى يرفع بها الحجر زين فهذا يقول انا من طبيت كان يكون بالرؤيا شفت الحسين قلت له مولاي السلام عليك يا ابا عبد الله انا هم ما ضربتك قال له لا انت ما تشوف شلون تضربني انت تشوف غيرك شون يضربني بس انت ما تشوف هذا مثال انه عن عيبه غافل وملتفت الى عيوب الناس هيك نظيره فقال له تعال اراويك انت شلون ضربتني هاي ضربتك يقول فاخرج لي الحسين يده كفه واذا بي شلون صارت شاشه شاشة تلفاز فنظرت إلى يد الحسين إلى كف الحسين وإذا بي يستخرج لي أسرتي عائلتي بالبيت وعدهم تلفاز وأسرتي قاعدين على التلفزيون وينظرون إلى من؟ ينظرون إلى أشياء وصور وأفلام غير أخلاقية قال تدروا بهذه بهاي تضربوني أنت أنتوا تأذوني بهاي زين فلذلك انا وانت أسأل اعمالنا تعرض تعرض سواء على الامام وعلى النبي وابتداء الله سبحانه وتعالى هو المطلع وتعرض عليه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون مطلعون زين وفي الروايه يعرض العمل على صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كل ليله جمعه يعرض عملنا عليه يشوف اعمالنا فإذا رأى فيه صالح عمل خير يسر ويفرح الإمام وإن رأى فيه عمل سيء يحزن الإمام يستاء الإمام يتألم الإمام سلام الله عليه فلاحظ هذا الإنسان عندما أن يصغي ويلتفت إلى قضية وينشد معها يقول له هاي إذا كانت من موارد الأفعال الخير واللي تؤدي إلى الصلاح ورضا الله فقد عبدت الله وإلا فقد عبدت ما كان يؤدي إليه ذلك الذي أنت منشد إليه لله للشيطان لغيره بعد شوف أنت زين هنا نتصور قضية الأم فإذا حتى ألم البحث إشارة سريعة الإنسان نقدر نقول إنه مر عابد لرغبته وشهوته والدنيا وتارة عابد لشيطان يريد الايقاع به واخرى ان يكون عابدا لله وبعد ان يكون عبدا للناس للبشر الحسين سلام الله عليه اراد انقاذ المجتمع من كل هاي العبوديه الا ان يكون الانسان عبدا لله تعالى زين اراد يعني للمجتمع الحرية والحرية تتمحور بالعبودية الخالصة لله تعالى سبحانه كونوا أحرارا كونوا أحرارا فلذلك من جانب آخر الحسين مرة يخاطب المجموعة اللي أمامه في زمانه سنة واحد وستين للهجرة وتارة الحسين يريد أن يخاطب أجيال زين وإحنا نقول إن الحسين يخاطب أجيال إذا كان الخطاب للمجموعة اللي أمامه، نعم انظر واقرأ في التأريخ، وشوف الحسين سلام الله عليه كلامه هذا لما أن خالفوه ما التزموا به كانوا عبيد، إي نعم كانوا عبيد، والدليل شوفوا شلون شلون كانوا عبيد. أولاً على مستوى عبودية الرغبة والهوى أنه من أجل مطامع من أجل جائزة يسحق كل قيمه. إمام مقدس مفترض الطاعة زين يقتل قبال شنو إملا ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيد المهذبة زين عرف إذن ها؟ قتلت خير الناس أما وأبا قبال شنو قبال مقتل حسين انطيني هاي الجائزة فهذا شنو إيش بدل هذا هذا انقاد انقاد لهذه الجائزة لحفنة من الدراهم انه يرتكب ابشع جريمه اهتزت لها السماوات زين وهي مقتل سيد الشهداء ولذلك تشوف بعض ايضا هم ما يعرفون مقام الحسين يدخل برير بن خضير رضوان الله عليه لما ان دخل كانت اكو محاورات بين الحسين وبين عمر بن سعد لما ان دخل ما سلم برير ما سلم على عمر بن سعد لما ان ما سلم عليه قال له لما لم تسلم ألست مسلما أنا مو مسلم قال لو كنت مسلما لما وقفت وخرجت بوجه عترة ابن بنت نبيك قال إي والله إني أعلم أن لهم من القداسة ما لهم وإنه من وقف بوجههم أو خرج عليهم كان حقا على الله أن يدخله جهنم أنا أدري يقول له يا بريرة أنا أدري ولكن اشهر علي اعطيني راي شو تقول انت؟ اترك ملك الراي لو شلون يا اقتل الحسين مو جائزه يا ابو رير قضيه فصار حاله الصراع صارع نفسه فما قدر بعد انقاد إلمن الى هذه المطامع والجوائز فهذا كان عبدا اسير رغباته زين والحسين اراد ان يستخرجهم شوف انا اقول لك من كل هاي اراد يستخرجهم اراد ان يستخرجهم من هاي العبوديه بعد وكذلك اراد ان يستخرجهم من عبودية بني اميه، قالهم ترى هاي هذا هاي السلطه وهذا الحكم الحكم الاموي يريد يستعبدكم والدليل على ذلك اقرأوا التاريخ تجدون سنه اثنين لحكم يزيد بن معاويه يعني السنه الثانيه من حكومه يزيد انه لما ان اباح المدينه والروايات التي تبين لنا انه ارتكب ما ارتكب من من الجرائم البشعه التي لعله بعضها يستقبح انا اذكر واصرح بها على هذا المكان المقدس ارتكبوا ابشع الجرائم من هتك الاعراض وغيرها زين بعد ذلك ضرب كرسي لقائد الجيش اللي هو مسلم بن عقبه في وسط المدينه وجعل رجله اليمنى على اليسرى وصار الناس ياتون طوابير مجاميع يجون الناس يبايعون، شنو بيعتهم؟ بيعت عبوديه، بالك يمي حتى تعرف الحسين كان ينظر ترى يقولون راح راح يجعلونكم عبيد، راح يجعلونكم عبيد وفعلا مخلي ما ينطي ايده، بالك يمي ما ينطي ايده ينطي رجله فيجون يبايعونه يلزمون من رجله يقول له اني ابايع يزي. ابايعك نيابه عن يزيد ان ملكي وان انا وأموالي أنا عبد ليزيد وأموالي وممتلكاتي ليزيد يتصرف بها حيث يشاء زين بالك يمي فلذلك الحسين كان ينظر لهذا الواقع يقولهم ترى ذولا بمجرد أن يسيطرون يستعبدونكم ولذلك ما قاتلتكم لصيام ولا لصلاة ولا لحاج ولا لزكاة ولا إلى غير ذلك وإنما قاتلتكم للأمرة تأمر عليكم زين هذا هذا منظار اما مبدا الحسين ومبدا اهل البيت بصوره عامه ما كانوا يريدون من المجتمع يريدون يقودون او على حساب قياده او كرسي او سلطه لا هذا امير المؤمنين سلام الله عليه بكلمات له في في المضمون انه يقول اللهم انك تعلم ما كان منا ليس منافسه في سلطان او حطام من, من حطام الدنيا إنما أردنا بذلك إقامة الحدود وأن يمتصف للمظلوم وأن تطبق الأحكام في الأرض هذا اللي يردون أهل البيت وحتى الحسين يقولون حريتكم بأن تطبق الأحكام أحكام السماء هاي, هاي, الحرية الحقيقية وإلا الآن هسأني تحت عنوان الحرية كمجتمع مسلم ما هي حريتي حريتي أنا أعيش في وسط وبيئة إسلامية أن تطبق أحكام الإسلام ان لا يخالف النظام الاسلامي مثلا ان لا تفتح البارات ان لا تفتح الملاهي ألأ الى اخره ان لا ترتكب الفواحش جهره نعم احنا ما عدنا فد شيء الى مرحله آه السلطه آه تحاول تقمع هاي الامور لانه لا اكراه في الدين ما عدنا اكراه في الدين لكن بنفس الوقت انا حريتي حريتي انه ان لا تنتهك الحرمات أن لا يعتدى على الحدود الشرعية هذه حريتي ك... كإنسان وكم... وكمجتمع مسلم زين ولذلك نشوف إن أنه وللأسف أنه البعض اللي ما فهم قضية الحرية الإسلامية تشوفها ساكو مرات حرمات تكون حرمات مثلا حرمة لأمير المؤمنين حرمة لأبي عبد الله الحسين حرمة للجوادين حرمة للعسكريين حرمة لهؤلاء الأئمة المقدسين لهم حرمة بلادهم أيضا مدنهم لها حرمة الإنسان اللي ما محترمهم كون ما يحب. يعني بعد أنا ما أقدر أصرح وإن واحد بعد يعرف يعرف مقام هذا الإمام العظيم كون يتأدب بآداب عالية من كان يجاور علي بن أبي طالب نخاف يعني والله أنا ما أدري بيا وجه أتلقى يوم القيامة لما إنه أنا أنا بجوار علي ومحسوب على علي بن أبي طالب وزفتي إذا أجل أجيب أنه زفة أو عرس بعد أنتم تعرفون ما أقدر أصرح بكل شيء زين فهذا من من جوانب أنه نقول أنت جاي تسلب حرية ومن جانب آخر تعتدي على حرمة زين ولذلك تشوف الحسين سلام الله عليه خاطب حتى هاي المجتمعات بكل لهجة لأن الحسين لما أن خاطب الناس بالخطاب بخطاب الدين والأحكام والحلال والحرام شافهم أنهم يستجيبون وين راح خاطبهم حتى بالخطاب الاجتماعي الدور إن لم يكن لكم دين شوف إيش قال لهم إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد هذا خطاب شنو هذا يسمونه خطاب اجتماعي الدور إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا أحرارا وارجعوا إلى أحسابكم ارجعوا إلى العرف العشائري مرات بعض التصرفات بعض الأفعال اللي تصدر من عندك أيها الإنسان أنت إذا يقول ما تخاف من الله وما تخاف من يوم القيامة أكو قضية عرفية مجتمع فشلة فشلة أنت شاب تطلع من السيارة ترقص مثلا على سبيل المثال ترقص ليش؟ لأن هذا الرقص أنت فشلة من المجتمع يعني التباشر ما تمر على ناس وتشوفك تعرفك وتستحي من عدها، ماكو بالمجتمع جماعه تستحي تخجل من عدهم، فارجع على اعرافك الاجتماعيه استحي من عدها اخجل، زين؟ فخاطب الحسين المجتمع في ذلك الزمان والمجتمعات في كل زمان بهذا الخطاب المتنوع. بالك يمي ولكن تشوف انه شنو جواب القوم بذاك الزمان؟ عمر بن سعد لعنة الله عليه عارف وأقصد بالمعرفة اللي عنده يعني يعرف مقام الحسين يعرف أن الموعظة الحسينية تؤثر بالقوم تدري سوى قال لهم اقرعوا الطبول إذا الحسين تكلم اقرعوا الطبول دقوا الطبول حتى شني ما يسمع الجيش صوت الحسين وموعظة الحسين ليش؟ لأن تتأثر المقابل يتأثر لأن هذا رجل عظيم أي واعظ أي واعظ أقدس وأعظم من الحسين موعظة حسينية تدخل إلى القلب تؤثر تؤثر بالصخ بالصخور تؤثر بالقلوب التي كالحجارة لكن شلون ذولا يقول لك قام على الطبول يسوي ضجيج ضجيج بالجيش لأن لا تسمع موعظة الحسينية حتى ما يسمعون موعظة سيد الشهداء ولذلك هذا مورد من الموارد اللي بحيث صنعوها العسكر الحسين يعظ وهؤلاء يقرؤون الطبول يدقون بالطبول والاصوات حتى ما يسمعون الحسين ما يسمعون كلمات الحسين سلام الله عليه زين بس هنا ارد اختم وارد ابين لك هذا الكلام اللي دفع الحسين بذيك الساعه ان تكلم به الحسين شنو الدفاع؟ يقال في الروايه الحسين لما ان سقط من على ظهر جواده وتوسد الرمال وصار يقبض يمينا ويبسط شمالا صار يناجي السماء بالك يمي صار يناجي السماء إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك مناجات صارت يعني عند الحسين صار يخاطب السماء لما أن ارتبط الحسين في حاله من المناجاة مع الله انقطع صار عنده انقطاع صارت حركه ما عند الحسين وان كان بدنه ينزف من الجر من الجراح دماء تسيل بهالموطن هذا القوم القوم تصور وياي ظنوا ان الحسين قد فارق الحياه بهاللحظه هاي هو لا هو لا لا مو انما هو ارتبط مع الله هاي ديدا اهل البيت شلون زين العابدين يطوف بالحرم المكي الى ان يغمى عليه يجي واحد يتصور انه الامام ميت ويبكي عند الامام بعدين لما ان يبكي وتتقاطر دموع من عينه على 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 وجه الامام ينتبه يقول من الذي قطع مناجاتي مع ربي الله يعني هذول كديدا اهل البيت امير المؤمنين اللي احنا الان تحت خيمته وبجواره زين كذلك كلهم على هذا الديدن انه اذا اذا اتصلوا بالله تعالى انقطاع انقطاع تام ما يعرف بعد حتى الآلام الجراح نساها ابو علي نساها الحسين شنو آلام شنو سهم في كبده بعد اتصل بالله بالمعشوق اتصل زين اختلفوا فيما بينهم قالوا انه قتل شوف انه قد فارق الحياه البعض قال لا انه على قيد الحياه قيد الحياه قال قال لعمري ان الرجل غيور رحم الله والديك خلي بالك وياي وانتبه شوف ذولا وين وصلوا وليا درجة من الخسة والنذالة تجردوا عن كل قيم الإنسانية بحيث أنه هذا تريش قال لهم قال لهم هذا الرجل غيور إذا تردون تعرفونه على قيد الحياة أو فارق الحياة اهجموا على حرمه ونسائه إذا هجمتوا على نسائه والله إن سمع صراخ الأطفال واستغاثة النساء وفيه رمك يقوم الحسين فصارت هجمة وين أهل العلويات على الخيام من صارت الهجمة على الخيام وخرجنا العلويات وطلع الزينب تنادي حسين إن كنت حيا فادركنا وإن كنت ميت أمرنا وأمرك إلى الله آه الحسين كان يكون متصل قطع مناجاته مع الله لما انطرق مسامع صوت هاي المراه اللي تستغيث اجت وياها ايتام تنادي لذلك رفع صوت يقال بالروايه عذرا مولاي يا أبا الحسن عذرا من الغيار اللي سمعوني يقال قام ابو عبد الله لكن سقط على وجهه عادها ثانيه وسقط على وجهه ثلاث مرات الحسين يقوم يطيح لذلك قال يا شيعة ال ابي سفيان ان لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد كونوا احرارا في دنياكم، ها هنا شوف السبب اللي دفع الحسين هنا لان هزمة صارت على الخيام. وارجعوا الى احسابكم وانسابكم وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ناداه شمر ما تريد يا ابن فاطمه؟ قال انا الذي اقاتلكم وانتم تقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي بهذا الموطن ترى زينب واقفه على التال إيه تلوح بيدها حسين 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 خويا ومن سمح الحسين سوى علي الحراير زيدا وان ونوحي يبعد خيولكم عنهن ونوحي ونوحي خواتي لا تضربوهن خواتي لا تضربوهن وانا حاي وانا حاي عدل ما دامني والنفس بي يا يا عدل ما دامني والنفس يا يا مولاي ترى زينب بعدها واقفة على التلم تهنيتك يا حسين ادقوا انا واجفة وتناك يا حسين تربل طريجك شاب حل عين خويا لن الفزع صويا يطلبون ثار بدر وحنيا اوالي فزعه وفرد فزعه على حسين بعد هواك فعلت تلك ان يكون زينب وتريد تستنهض الحسين صاحت قالت لاخويا الخيل ابو علي جتنا جتنا الخيل وانا يرد الخيل الخيل غارت والخيام مقصودها ويوم الاخوه اليوم دون حدود يوم الاخوه اليوم وبساعة الضيج دون حدا على العدا اليوثي وتهيج خيامنا حسين خيامنا به النهب صار وحريج ولا عاد طمعتي بفرهود اسمعها بعد ايش قال الزينب وين اخوتي وانا لا صحت اي اخوتي خاف ترتج الارض من اخوتي البيكم تنتخي ما هقوتي حايره ظلت خمش بخدودها ايد قل لجتنا الخالب وعلي جتنا الخيل وعلجتنا الخيل قوم ردوا الخيل كان يكون واحد منا جاوبها اللي يرد الخيل عذروني سادة غيارة مولاي أبا الحسن عذرا يقل هل يرد الخيل عنك داسة الخيل يا زينب اللي يرد الخيل عنك داسة الخيل بقى على الغبرة من غير تغسيل <applause> وانت يا زينب لابد تركبين وقل المهازيل والمجلس البشام بالشام لابد تطبينا شاعر ثاني شقلها يقلها زينب من وقفتي على التل حشمتي من حشمت الحسين للعباس أسئلتي يا الغريبة وشل اللي عيل أو حارس للحرام أنت بقيتي أشوف إن كان بيدك معصب يلوح أحلفت بالضلع المن نخيتي نخيت الكافلتش مقطوع الزنود معذورة لأن وحدك بقيتي اش قلتي لي يا زينب مشيت بغير طولك خاف ينشاف ضم روح النهر لما مشيتي من مشت كان يكون للعباس كل جرة نفس كنا نقلة جدم وياها عباس خويا خويا يا عباس كان يكون زينب شلون شايف واحد يمشي يمشي, يمشي بلهفة ورعب وخوف وهي تلك ألباس شو عباس 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 خويا إيه كل جرة نفاس كل نقلة جدم وياها عباس لا من وصلتي لش لقيتي غمضها السهم وحدة من العيون الثانية تشوف جي جيتي ايش قلتي للخدر يا الفضل راح حرقة وخيمة وطبة وثنيتي إش قلت له خويا وين الوعود مو انت القلد قوم بحميتي عمود البيت انت الشايل البيت تدري من تطيح يطيح بيتي يا اخويا لي مشيت حسرة ومدى معها يا حمار وشد جمر الغيظ عدها من الجمر شلون شافت اليمنى من بكتر واليسرى يا <تسجيل> شافته مطروح ظن وتعود تقل عبا عباس عباس خويا جيت ليك اشتكي لك طحت واعتب عليك شفتك بهالحال مقطوعات ديك واختسود من الصياط متونة زنودها زنود زينب زنودها أسود هي ولحاميها اعتنات تشوف لي أشعدا من أمنيات أم السراب كدت خالها الخدرة ودنت وللولي ما هاي من معهودة تقل هاي تالتي تعالوا عاين الحالي ايش وكيد بعد ما انا جوه ثاني يوم يردون يركبونها على ناقه تذكرت زينب تتذكر من تريد تركب الناقه العباس يظللها ها يظللها خاف واحد يشوفه هو اللي يركبها على الناقه فتذكرت ابو فاضل في موطن الركوب هناك اتقل <applause> هاي تالتي تعال وعاين الحالي ركبت الحرم كلها وانا بقيت يا الوالي يا هو اللي يركبني ان اقرشبها عالي

ويا ابو فاضل والله لا أسولف لك الشمر السوى يا ابو فاضل الشمر من رخصة الإمام أمير المؤمنين مولاي عذرا خشمر والله ضمني ضمني ضربني علمتون وشتمني يا يا إيه انكسر قلبي ولا يا, يا رحمني وتذكرت خوي أبو فاضل من جابه وني شلون هاي النوق جابوها وانا خيت وانا بكل صوت احشمكم يا اي والله نبكي أحشمكم انا بكل صوت احشمكم وانا خيت انا بتمنوا يا امي يا ابا الحسن مولاي تسمعنا انت المعزه <متصفيق> انا بتمن يا امي وانا اخت اخت عباس مستوفة وسبية يصير يا يا يا, 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 يا. اخت عباس مستوفة يا يا, يا يا وسبية يا يا يا. جرحل بالقلب عباس من اخ اخ جرحي اللي عباس من ناخ وختمات النسب الضيج اخيت مات النسب الضيج من ناخ نسيت الهودج على الباب أرد ذكرك خويا والله والنعم منك يا ابو فاضل نسيت الهودج على الباب من اخ من اخ ونسيت العهد يا راعي الحميه شنو جواب ابو فاضل انا اخوك المايتش الغوج ولا عن ولا عين ولا عين ولا عن بج حنن ضلوعي يا زينب لعت بيج حنن ضلوعي ولا عين يا زينب عذريني انا لا يمنى ولا يسرى ولا عين ولا عين بقت عندي وكلف عتبت علي يا وكلف علي هذا البيت وان قريته بالليل الماضي ارد اقراه لان اجت ساعته بعد خاف بعض المؤمنين ما سامعه واعتذر من الامام ومن الوجوه الخيره ومن الغياره ومن زينب بعد ايش قال لها يا زينب غيمة دموعي صحت لا صحت لا وعت بعلذ دي صحت لا الشمر لما انضرب متنيت صحت لا بالله ما تصيح وي ابو فاضل لا ولك لا صحت لا لا صيحة ما صحتها بقطع دي تدري هي ايش قالت لي؟ قالت لي انت من شفته ضربني صحت لا انا من شفته شال رايتك تدري ايش قلت له ابو فاضل؟ شفت الشمر شال الرايه وقف يم من النهار قلت له ولك لفه يا شايل علم عباس لفه يا شايل علم عباس زمخ ها زمخه زمخت بي زينب لفه لفه والله ترى ما يحلى بس على جفة هذا ما تشيله انت العلم هذا بس ابو فاضل يشيله والله ما يحلى غير على تشفى أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله إلهي وربي وسيدي ومولاي أتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد بن عبد الله وآله الطيب